في إطار خوض الاستحقاقات العامة الجماعية والجهوية المقبلة، أكد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس الشقر أن انتخابات 2015 تعد مناسبة لاستعادة المبادرة في الدفاع عن النزاهة وعن الشفافية وعن سلامة العملية الانتخابية. خلال ندوة عقدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شدد إدريس الشقر كذلك على أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات الجماعية والجهوية لشهر شتنبر القادم. أزيد من 12 عضو في المكتب السياسي مرشح لهذه الانتخابات، يمكن لي نخبر على أن أكثر من 26 عضو من الفريق النيابي مرشح لهذه الانتخابات. يمكن أن أؤكد أن أكثر من 12 من أعضاء الفريق ديال مجلس المستشارين مساهمين كذلك في هذه الاستحقاقات. إذن على مستوى القيادات كذلك أغلب كتاب الأقاليم والتنظيمات الحزبية مشاركة في هذه الانتخابات، إما من خلال دوائر فردية أو دوائر ديال اللوائح الجماعية. واجب وطني ونضالي من أجل الوصول لتدبير فعال للجماعة، فضلا عن تصحيح مسارها من كل الاختلالات وجعلها أولا وأخيرا في خدمة المواطن والتنمية.